من الكبير المحبوب الحياه اللي خضع لجراحه مهمه في المانيا، كان جراحه لعلاج قطع في وتر اكيلس. الدكتور خالد قال ان اللاعب هيستمر في برنامج تاهيلي خفيف هناك لمده 10 ايام بعد العمليه، وهيرجع القاهره ان شاء الله عشان يواصل علاجه هنا ويعاود السفر لالمانيا تاني بعد شهر ونص تقريبا لبدء مرحله التاهيل. الاصابه دي انا بكلمك لان انا تعرضت لها لأكيلس. وهي بتبقى حاجات كده. دي لحظه دخوله في المستشفى بعد الجراحه ساعد. كنا بنلعب في النادي وطك سمعت صوت صدمه في رجلي، افتكرت حد خبطني بحاجه يعني. وقع بقى بفركها، ومين خبطني مين خبطني، فاكتشفت كانت يعني ما كانش حد يعرف عنها حاجه. لان ما كانتش بتيجي زمان الحاجات دي، او ما كانت بتيجي والناس مش فاهماها ولا. فهي اصابه كل قيمه العلاج الطبيعي هو ده اللي العمليه نفسها مش عمليه معقده. عمليه سهله، لكن كله في العلاج الطبيعي باذن الله. اللي عشان كده النادي الاهلي حريص ان هو يبتدي البرنامج هناك ويجي هو يعني يبقى اخد جزء منه. جزء كمان التاهيل مهم قوي. ما انا بقول هو ده. يعني هو برنامج التاهيل هو العمليه كلها في البرنامج التاهيل. انما باذن الله يرجع لنا بالسلامه. سعد لاعب مهم جدا وشخصيه رائعه وكابتن حقيقي ويذكر له. انا كنت في النادي امبارح وقابلت الكابتن او اتصلت بالكابتن سيد. اطمئن على بعض الامور، ورحت الاستاذ محمد مرجان برضه اطمن على موضوع كهرباء. اذا كانوا محتاجين اي يعني راي فيه ولا حاجه، فالحمد لله لقيته هو هناك. انهى هنحكي القصه، هنجيب لك العميد محمد مرجان لموضوع كهرباء. اشاد جدا 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 بسعد سمير، واشاد بسلوكه، واشاد بموقفه، لان هو كان عايز يبلغه قبل ما يعمل عمليه التعديل في القائمة الأفريقية. إنه سعد هيغيب لنهاية البطولة الأفريقية. ولادي يعني ابن النادي يعني بالمعنى الحرفي، إنك أنت في ظل إصابتك أنت مقدر وبتغلب مصلحة فريقك. قال له أنا كل اللي يهمني النادي الأهلي. وكل اللي يهمني أنا بإذن الله هرجع، لكن اللي في مصلحة النادي الأهلي أنا معاكم 100% فيه.